الان عملوا ايه؟ حطوا الشطه في الشاي. ها؟ حطوا الشطه في الشاي. احكي لي الحادثه بالظبط عشان ما احبش اصدم حد. اتفضل قول لي عملوا ايه؟ انا قاعد في المطبخ. قاعد في المطبخ؟ اه على الترابيزه. قاعد في على الترابيزه ولا في المطبخ؟ عشان دي تفرق معايا انا. على الترابيزه اللي في المطبخ. حلو، كان في كرسي ولا ما فيش؟ لا كان في كرسي. يعني قاعد على الكرسي؟ قاعد على الكرسي. اشيل الترابيزه. نشيل الترابيزه. شيل الترابيزه. اتفضل. طب ما لو شلتها هتقع عليها الحاجات. رجع الترابيزه. رجع الترابيزه. رجع الترابيزه. هي تفرق مع سيادتك؟ هو تفرق معايا قوي قوي. عارف قوي. قاعد على الترابيزه؟ انا الكرسي اللي قاعد. ايوه ما تشوشرنيش. ايوه. اتفضل. باكل سندوتش ميه ساقعه. ايوه. وعلى شمال الشاي. اه كويس. اه على شمال ايه؟ الشاي. الشاي. اه بس خلاص. راح هم مسهلين وحطوا شطه في الشاي. الشاي على شمالك ولا على يمينك عشان دي تفرق معايا انا؟ على شمال. الشاي على شمالك. اه يا فندم. وانت على يمين الشاي. انا على يمين الشاي. يعني انت والشاي. انا والشاي. طب عظيم، الشاي في الكوبايه ولا على الارض كده عشان دي تفرق؟ لا كوبايه. 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 اه ازاز ولا فخار عشان دي تفرق معايا؟ اشمعنى في كوبايه فخار؟ ماليش دعوه، انا بحب اركز عشان كوبايه. كوبايه ازاي؟ كوبايه. اه روح حط لك شطه. حط شطه. رحت شربها. رحت شربها. عظيم. بس ايه دخلك انت في الحكايه دي بقى؟ ايه علاقتك؟ يعني ايه علاقتك بالموضوع ده؟ علاقتي؟ اه يعني ايه دخلك انت؟ ده انا اللي حصل لي اهتراء داخلي. يعني اتهريت من شرب الشطه اللي بتوح وح اللي بتلسوع. اه شوف شوف قله الادب. شوف قله الادب. شوف مين اللي حط دي في دي. ها اللي عمل كده خد خطوه لورا. انت يا روبا انت يا تخينه يا فشه. مين يصدق اللي ده يطلع منك؟ انت بنتي الوحيده اللي باني عليها امل لانك عريضه وتستحملي الامان. محرومه من الفسحه لمده اسبوع. المثل ضربني وباكها وسبقني واشتكى. يا فندم دور لي مكتب. ايه دور لي مكتب؟ واجيب لها مكتب منين ادوره لها انا؟